متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد ديال الدار البيضاء، بالضبط من المركب العربي الزاولي، ومباراة ديال طاس مع لازالي الوجدي، وتفوق فريق طاس بجوج الاهداف ليلة شيء. المسجل هو لاعب واحد، المسجل جمال بمادي اللي سجل في الدقيقة الثانية دقيقة 25. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا هذه الأجواء من المركب العربي الدولي، ومع كذلك طرد عثمان الزهراوي لاعب ديال الطاس الاتحاد البيضاوي في الدقيقة 13. إذا الاتحاد البيضاوي اللي كيلعب منقوص عدد ديال 10 اللاعبين، ورغم ذلك كاين تفوق أكيد كيف ما كتسمعوا معنا، كاين تشجيعات ديال الجماهير. هنا المحاولة اللي كانت للفريق الوجدي. إذن كيف ما قلنا متابعينا الكرام، كاين استنفار امني بمركب، كاين كذلك حضور جماهيري كبير. اي اي اذن وانتم كذلك كتشوفوا معنا الجماليه ديال هذا الملعب، هذا ملعب العربي الزاولي اللي واحد من المعلمات ديال مدينة الدار البيضاء، واحد من تنانات القدام في مدينة الدار البيضاء، واللي استطاعوا فيهم نجوم كبار وكبار. اكيد هذا كيخلي ان الخدمه تكون داخل واحد النهايه ضد فريق تونسي، لعب في فريق الوداد الرياضي كذلك نهايه ضد فريق تونسي. اكيد كيف ما قلنا ان هادشي كيخلي العمل يكون كبير بالنسبه للمكونات ديال الطاس ديال الاتحاد البيضاوي، باش انهم يرجعوا ان شاء الله للقسم الثاني بعدا، وديك الساعه نشوفوا قسم الاضواء. اكيد القياده ديال الرئيس سي كتشاهدوا المدربين بجوج، يعني كي كيعطيو التعليمات ديالهم اللاعبين، كذلك كاين لاعبين اخرين اللي كيقوموا بالتسخينات من اجل المشاركه في المقابله. اذا دائما كما قلنا لكم متابعينا الكرام، مقابله اللي عرفاش حضور جماهيري اللي جماهير الطاس من توجيهات من اداريين ديال فريق الطاس للفريق. تبارك الله عليك الحاج، وصافي والله الا تبارك الله.
إذن دائما من مركب العربي الدولي كيف ما كتشاهدوا معنا مشابهينا الكرام إصابة أحد لاعبي فريق الاتحاد البيضاوي. نذكروا أن النشيزة صالح فريق طاج جوج الأهداف ليلة سي تفوق جوج الأهداف كيف ما قلنا بسجيل ديال لاعب واحد. كذلك كاين نقص عددي بالنسبة لفريق الاتحاد البيضاوي. المراوغة كانت رائعة، هنا هجوم مضاد فريق الاتحاد.